إذن مستمرون معكم في هذه التغطية. ينضم إلينا زميل ياسر عبد الستار من قاعدة شرق. زميل ياسر، أهلا بك وتفاصيل أوفى لديك. أهلا بك زميلي العزيز محمد الرومحي، وأهلا بمشاهدي قناة إكسترا نيوز. ما زلنا مستمرون محمد، متواجدون في قاعدة شرق القاهرة الجوية العسكرية، نستقبل الطائرات العسكرية المصرية التي تحمل على متنها أبناء مصر العالقين والرعايا الذين كانوا متواجدين في السودان، طبعا بقيادة أبطال مصر من القوات المسلحة والقوات الجوية. محمد، يعني نتابع حركة الطائرات منذ الصباح الباكر، وصلت العديد من الطائرات ونحن يعني في استقبال طائرتين عسكريتين أيضا تحملان على متنهما المصريين الذين قاموا ب يعني الركوب في هذه الطائرة، طبعا بعد التنسيق التام بين السلطات المصرية والجهات المصرية المختلفة مع كافة الجهات السودانية هناك لتأمين هذه الرحلات، رحلات عودة المصريين إلى وطنهم الغالي مصر، واحة الأمن والأمان. محمد، من خلال تواجدي هنا ومن خلال لقاءاتي مع المصريين العائدين من هناك، يعني نرى فيهم فرحة عارمة، نرى فيهم يعني مشاعر يعني لم تستطيع الكلمات أن تصف المشاعر لديهم، أنهم يعني عادوا إلى وطنهم، وأرى منهم العديد من يسجدون شكرا لله رب العالمين على وصولهم بأمان. يعني الجميع يصف الأوضاع هناك بأنها أوضاع كارثية، والصراع مستمر والاشتباكات محتدة والوضع هناك غير آمن، ويعني الجميع يقولون أن السلطات المصرية لم تقصر مع أحد، فيقومون دائما بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم ومعرفة أماكن تواجدهم، ويعني السلطات المصرية يعني تعلمهم بالأماكن الذين يجب عليهم التواجد فيها، وأيضا نقاط الالتقاء والأتوبيسات التي تقلهم حتى وصولهم إلى الأماكن والمطارات التي يعني تنتظرهم فيها الطائرات، طائرات يعني القوات المسلحة، طائرات القوات الجوية المصرية. يعني محمد، هناك إجراءات معقدة على الأرض هناك يعني حتى تستطيع تأمين المصريين، فعدد الجالية المصرية هناك يعتبر عدد كبير، يعني الأرقام تشير أن 10,000، ولكن يعني كل يوم هذا العدد في تناقص، لأننا طبعا نقوم بمجهودات أو تقوم جمهورية مصر العربية بمجهودات كبيرة لإعادة المصريين ورجع الرعاية ولإعادة أبنائهم إلى أرض وطنهم. يعني محمد، لمست هذه الأمور كلها عند وصولي هنا ومتابعتي للموقف. أيضا أهالي وذوي المصريين ينتظرون أمام القاعدة العسكرية يعني حتى يطمئنوا على أبنائهم. يعني من الصباح الباكر يعني منذ وصولي إلى المطار يعني أجد يعني الأهالي يعني تنتظر في الخارج في لهفة واشتياق، يعني طبعا حرصا على أبنائهم. يعني هناك من الطلاب وهناك من المصريين العاملين هناك سواء في البعثات التعليمية وأيضا الطبية وما إلى ذلك. يعني نحن نرى يعني يمكن هبطت الطائرة وحطت على أرض المطار وفي انتظار استقبال المواطنين الذين قدموا الآن من السودان إلى وطنهم الغالي مصر. يعني عفوا محمد، يعني يمكن العديد من المصريين قالوا يعني مصر أم الدنيا، مصر هي واحة الأمن والأمان، مصر هي بلدي. قالوا لي يعني أن هذه الكلمات عندما تتردد أو تقول هنا في مصر يعني يمكن طبعا لها صدى واسع، ولكن عندما تذهب إلى مكان آخر أو أرض أخرى أو وطن آخر أو بلد آخر غير بلدهم ويجدون فيها الصعاب ويجدوا بلدهم في انتظارهم وبلدهم تقدم لهم يد العون، طبعا بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة أجهزة الدولة بالتنسيق والتعاون فيما بينها لسرعة عودة المصريين وإجلائهم من تحت يعني الظروف القاسية والاشتباكات والصراعات يعني التي توجد على أرض السودان. ومحمد، يعني يمكن ورائي الطائرتان وصلتا إلى أرض المطار ونتابع معك وصول المصريين. من المعلوم محمد أن هذه الطائرات تحمل على متنها أفراد من الأمن أيضا المصري لتأمين المصريين، أيضا تحمل على متنها يعني طواقم طبية لتقديم يد العون للمحتاجين من المصريين. يعني هناك طبعا أنت تعلم أن هناك عجز والمستشفيات في
في السودان خرجت معظمها عن الخدمة، يعني هناك نقص في الأنسولين، يعني بعض المواطنين يعانون من مرض السكري، يعني هذا مرض منتشر، وأيضا الضغط، وهذه يعني هذه الأدوية البسيطة بالنسبة إلينا هنا في مصر، يعني نحن ننظر إليها على أنها حاجة طبيعية، ولكن هناك هذه الحاجات يعني لا توجد، يعني هناك نقص رهيب يعني أو ندرة فيها، يعني ما هناك من يعني الحالات الصحية يعني تتدهور بسبب عدم وجود هذه الأدوية، ولكن الحمد لله رب العالمين محمد على وطننا، الحمد لله رب العالمين أن هناك من يقف وراء المصريين سيف ودرع، يعني القوات المسلحة وطبعا القيادة السياسية التي تعطي التعليمات والرجال والأبطال التي تنفذ بكل همة ونشاط وعلى استعداد بالتضحية بأنفسهم في سبيل يعني إرجاع أهليهم وأبنائهم من لكن المتواجدين ياسر خارج الوطن في أرض السودان. أيضا محمد نعم حدثني ياسر عن محمد. انتظار أسر وأهالي أبنائنا القادمين من السودان، علك تحدثت معهم، كيف ينظرون للمجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية لعودة أبنائهم إليهم سالمين؟ كل محمد يعبر عن الشكر والامتنان، كل يعبر عن الشكر والامتنان، لم أرى هذا من قبل، كل يعبر عن الشكر والامتنان لكافة الأجهزة المصرية وبخاصة القوات المسلحة وبخاصة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أعطى التوجيهات والتعليمات سريعا يعني لأبطاله حتى يقومون بإجلاء رعايانا، يعني الكل يعني يعبر عن الشكر والامتنان ويحمد الله، ويحمد الله على وجود القوات، ويحمد الله على يعني كل شيء، ويحمد الله على بلده، ويحمد ويقولون أن مصر أم الدنيا، مصر هي واحة الأمن والأمان. بدأت محمد أعتقد يعني الطائرات في فتح أبوابها، وسوف يهبط المصريين وينزل الآن من على سلم الطائرة يعني للاستقبال. طبعا محمد يعني هناك يعني نقدر نقول مشاعر جميلة محمد، يعني هناك من الورود وهناك بعض الهدايا التذكارية البسيطة للتعبير عن فرحتنا بوصول أهالينا من السودان. ومحمد يعني الحمد لله أن نحن نعيش في دولة اسمها جمهورية مصر العربية. نعم محمد، وأترك الكاميرا معك محمد يعني لتعبر عن المشاعر وتعبر عن ما يوجد لدينا هنا في القاعدة العسكرية. أشكرك شكرا جزيلا زميلي ياسر عبد الستار، موفد إكسترا نيوز لقاعدة شرق.